العم ناصر 50 يشتغل كتقني تصليح هنا بهذه المؤسسة الاستشفائية، وبحكم عمله لسنوات طويلة أصبح نظره ضعيفا يستوجب تدخلا طبيا. من حسن حظه هذه المرة تواجد أطباء اختصاصي العيون هنا بمقر عمله، جاءوا يقدمون الرعاية الصحية مجانا له ولكل زملائه. ودرت لي سوا وصاب عندي الظفر ودار النيسيسير تاعو الطبيب والحمد لله قالوا لي رانا نعيطوا لك ان شاء الله. المرض هو حاجه مهمه لكن ما عندناش الوقت انه نتكفلوا به، لذاك لما جاتنا هذه المبادره ما رايحينش نراطوها ما راطيناهاش، نشكرهم والحمد لله رانا فوتوا باللي حسيت باللي عيني نقصوا شويه. بصراحه يعني ما عندناش حتى الوقت الكافي باش يعني نديروا هذو لي كونسلتاسيون هذو، وهذه المبادره يعني جد كما قال لك ممتازه. هؤلاء من خيره اطباء ولايه شلف، قدموا من مؤسسة القرنية، هذه المؤسسة الرائدة في جراحة العيون التي لا تدخر جهدا في التشخيص المجاني عبر قوافلها ومبادراتها الخيرية. وخطرات راهم يبدو يعني يديروا مجهودات كبيرة وما يلقاوش فريمون الوقت باش يخصوه يعني لروحهم فيما يخص الفحوصات الطبية. قالوا على جال هذا الشيء ارتأينا يعني المجموعة تاع الفريق الطبي وعيادات القرنية باش نخصوا لهم نهار نجيو لهنايا نديرو فحوصات نديرو يعني ان اكزاما اوفتالمولوجي كومبلي، واذا الشيء هذا يحتاج مرافقه بعد الفحوصات هذه دونك راح نديروها لهم ان شاء الله فيما يخص الراديوات فيما يخص التدخلات الجراحيه باذن الله. وكذلك من اجل تحفيزهم وبعث رساله اننا نهتم بحياتهم الاجتماعيه حتى يستطيعوا ان يشتغلوا في امن وسلامه في المؤسسه تاعنا. طبيعة الحال هذه الفحوصات مفتوحة لجميع الموظفين بمختلف أسلاكهم ورتبهم، 512 موظف في المؤسسة كلهم معنيين بهذه الفحوصات الطبية. هي التفاتة بسيطة يمليها الضمير المهني تحفز هؤلاء الاختصاصيين للبحث عن مواطن الداء أينما ارتحلوا.